السلام عليكم طلاب الصف الثامن. أولا المقاومة الكهربائية، أبسط مثال بوضح لك المقاومة الكهربائية هي تدفق الماء والمحبس الحنفية. لما تفتح الحنفية على الآخر فتدفق الماء بيزداد، ولما تسكر الحنفية بيضل يقل التدفق لحد ما يتوقف تماما. هذا اللي بيصير في الدائرة الكهربائية. الآن الدائرة الكهربائية التالية يمر فيها تيار كهربائي عالي، وهذا الشيء ممكن يحرق المصباح الموجود في الدائرة. لذلك أنا أضع مقاومة حتى تقلل التيار الكهربائي ويصبح مناسبا للمصباح، وبالتالي ما بتسبب أي ضرر في الدائرة الكهربائية. إذن المقاومة الكهربائية هي ممانعة الموصل لحركة الشحنات الكهربائية فيه، وتنشأ نتيجة تصادم الشحنات الكهربائية في الموصل بعضها في بعض أو تصادمها مع ذرات الموصل. تقسم المواد من حيث المقاومة للتيار الكهربائي إلى المواد العازلة، وهي مواد ذات مقاومة عالية جدا مثل الخشب، أشباه الموصلات وهي مواد ذات مقاومة متوسطة مثل السيليكون، والمواد الموصلة وهي مواد ذات مقاومة ضعيفة مثل النحاس والذهب والفضة. يرمز المقاومة الكهربائية بالرمز ميم. هذا هو شكل المقاومة الثابتة، والمقاومة المتغيرة هو نفس الشكل لكن عليها سهم مائل. نقيس المقاومة الكهربائية بجهاز الأوميتر، ووحدة قياسها هي الأوم نسبة للعالم جورج أوم. ثانيا قانون أوم. وينص قانون أوم على أن التيار الكهربائي المار في موصل يتناسب طرديا مع فرق الجهد بين طرفيه. يعبر عن قانون أوم رياضيا بالعلاقة ميم المقاومة تساوي فرق الجهد الكهربائي جيم على التيار تاء. يقاس فرق الجهد الكهربائي بوحدة فولت، والتيار بوحدة أمبير، والمقاومة بوحدة أوم. نأخذ كمان سؤال. سؤال بيحكي احسب التيار الذي يسري في مقاومة مقدارها 10 أوم عند وصلها ببطارية فرق الجهد بين طرفيها 2 فولت. وأول شي بعمله دائما بكتب القانون ميم تساوي جيم على تاء. الآن في هاي الحالة ميم كانت تساوي 10 وجيم تساوي 2، فإذا 10 بتساوي 2 على تاء. بضرب ضرب تبادل للطرفين، 10 ضرب تاء يساوي 2 ضرب 1، بقسم 10 للطرفين، وإذا تاء بتساوي 2 على 10 وتساوي نص أمبير. ناخذ سؤال تاني. السؤال بيحكي احسب فرق الجهد بين طرفي بطارية موضوعة في دارة يسري فيها تيار مقداره 10 أمبير ومقاومة مقدارها 2 أوم. أول خطوة دائما بعملها في هاي الأسئلة أني دائما بكتب القانون، والقانون هو المقاومة ميم تساوي جيم على تاء. الآن بعوض مباشرة. المقاومة مقدارها في هذا السؤال 2، وجيم هي المطلوبة اللي هي فرق الجهد، وتاء تساوي 10. ضرب تبادلي للطرفين، 2 ضرب 10 يساوي جيم ضرب 1، إذن الجهد يساوي 20 فولت. مدفأة كهربائية تعمل على فرق جهد 200 فولت ويمر فيها تيار مقداره 4 أمبير. احسب مقاومتها. المقاومة تساوي جيم على تاء، جيم بتساوي 200 وتاء بتساوي 4، إذا 200 على 4 وتساوي 50 أوم. ويعطيكم ألف عافية.